كان من خلال الاتفاق اليوم أننا إنتاج البلدان الأوبك وغير الأوبك سيزداد ب 432 ألف برميل في اليوم ابتداء من شهر ماي. وبالنسبة لحصة الجزائر حصتنا راح توصل إلى 11 ألف برميل في اليوم ابتداء من شهر ماي، ليوصل إنتاجنا حصتنا في إنتاجنا اليومي من البترول إلى 1,013,000 برميل في اليوم. نسبه الامتثال بالنسبه للبلدان الاوبك وغير الاوبك وصلت ل حققت في الشهر هذا 132%. الجزائر بنسبه امتثالها 104%.